يعني بالبداية عم نحكي عن فن العمارة المستدامة، فبدنا نعرف شو هو فن العمارة المستدامة. أول شيء مساء صباح النور. صباح النور لإلك. فن العمارة المستدامة هو الـsustainable architecture أو self-sufficient architecture، يعني نحن كيف بدنا نخلي يكون في اكتفاء ذاتي بقلب العمارة. منبلش أول شيء بين الماتيريال أو المواد اللي بنستعملها بالبناية ما تكون مأذية للأرض. نعم. يعني مثل البناء الأخضر. فينا البناء الأخضر هو أكثر أقرب شيء. نعم. بالعمارة المستدامة. نعم نعم، يعني تكون المواد اللي بالأساس استخدمت لبناء هذا المبنى بدها تكون مواد كتير صحية للبيئة وللمحيط حتى الداخلي، يعني مواد طبيعية، مواد ما بتأثر طاقة، ما بتجيب طاقات سلبية، مواد عمارة ما بيأذي الأرض أو ما بيأذي المساحات الخضراء. نعم. بيكون ترانسبارنت، يعني مثل ما عم تشوفي هون بهالهندسة، بطبيعة هالهندسة. بس كأنه هالمبنى مثل هيك بيكون هو مبنى مش سكني، صح؟ أو هيك شكله يمكن بيوحى، أو يمكن هيك تعودنا. صح، هالمشكلة إنه نحن بعالمنا أنه تعودنا أنه المناظر هيك مانا مريحة للسكن. نعم. بس بالعكس، في كتير واحد يكون قاعد بيعيش بمرتاح بالسكن وبيعيش بمحل مهم يكون المواد الأولية. نعم. للسكن موجودة. نعم. ولكن العمار هذا العمار، كيفية العمار، الخشب كيف جايب، كيف راكب، الإزاز كيف ترانسبارنسي، ما عم نفوت مواد مثل البيتون، ما عم نفوت مواد. نعم. مثل الحجر، هي المستقبل وهي. نعم. هلأ الحاضر. طب عوضا عن الحجر والبطون مثل ما انت حكيت، شو بيتم استخدامه؟ فينا نستعمل خشب، فينا نستعمل حديد، فينا نستعمل الإزاز. أه. ومواد اللي بتشبههم. ليه عم بقول لك هيك؟ لأنه هذا الموضوع بالنهاية إذا نحن بدنا نقيم هالعمار فينا نقيمه ونحطه بمحل تاني. سهو بطل موجود دايما على الأرض. نعم. البناية بس أزاي بيكون متين مع تغيرات الطقس ومع الاشياء اللي عم بتصير، يعني هندسيا زيت المتانة. نعم. هندسيا زيت المتانة، لانه كلهم بتقدر تحطي لهم، تقدر تعملي لهم مواد، تحطي مواد عليهم يضلوا موجودين دائما. فاهم شيء انه تقدر انت ما تعمري شيء يضل ثابت دائما بقلب الارض. نعم. هيدا من موضوع العمار. من موضوع الثاني اللي هو الكهرباء والمي والببليك سبيسز اللي موجوده بقلب المحل، يعني الخضار، كميه الخضار الموجوده والكهرباء، ما نكون عم ناذي الانفايرمنت فيها. يعني اذا حطينا سولار انرجي او غيره من السولار انرجي. نعم. بقلب الاركتكتشر تبعنا ببطل احنا عم ناذي الطبيعه اللي موجوده فيها. نعم نعم. قد ايه بكافح مثل هذا البناء الاحتباس الحراري اللي نحن يعني عم بنعيش بخطورته بهذا الوقت؟ هو هيدا اهم شغله، يعني نحن صرنا عم نمشي بهذا الموضوع لانه صار في كثير ممارسات على كلايمت تشينجينج، على العمار وين عم بيروح، على تغير الطقس، وكل سنه عم بيعملوا دراسات لهالموضوع. مجرد ما انت تصير تخففي استعمال الطاقه الكهربائيه الضايعه، تصير تستعملي مي الشتاء، تصير تستعملي بتون اقل او مواد اوليه اللي ممكن تاذي طبيعه الارض اقل، فانت بتكون عم تساهمي بمعالجه الارض. نعم. فهي هي هذا هو الموضوع اللي لازم كل العالم تناشد كرماله. نعم. يعني محمد، بس هيك عم تحكيني عن البناء المستدام والبنايات او المباني الخضراء وعم نشوف الصور، بيتخيل لي انه هذا البناء رح يكون مكلف للغايه. قد ايه هيدي صحيحه؟ يعني قد ايه صحيحه التصور؟ لكون صريح معي. نعم. هذا البناء بيكلف اقل. عن جد؟ بيكلف اقل من ما انه انت بك في عمري العمار اللي عم بيصير عنا دائما. وبالعكس نحن هلا كمهندسين دائما عم نشجع انه العالم تروح على هالطبيعه، هلا على هالمواد البناء، ان كان كمهندسين داخليين او حتى كمهندسين خارجيين، عم ندعم كثير هالطبيعه. وهذا شيء اساسي ولازم نروح عليه. نعم نعم. شو تأثيرها لو بدنا نحكي على المجتمع مثل هاي البناء المباني اللي عم تحكي عنها، وشو تأثيرها كمان على شكل المدينة؟ يعني نحن دائما معودين على شكل معين، ممكن انه ربما اذا تغير هالشكل تحس حالك انه ربما مش مرتاح، او يمكن يكون يعجبك اكثر. خبرني. عم بنعمل دراسات هلا كيف نقدر نحول المدينة اللي هي مسكونة ليكون فيها اكتفاء ذاتي او هندسه. نعم. هندسه فيها اكتفاء ذاتي. هيدي خطه كثير مهمه لحتى نحول نحن العالم، انه نحن ما بدنا نملكم بنياتكم، لا نحن بدنا نحافظ على البنيات الموجوده او نحافظ على الحي السكن الموجود، ولكن خلينا نحافظ فيه بطريقه زياده، يعني ان كان اذا بدك مثل ما قلنا نحط على السقف خضار، نفوت على الجنينات على المدخل خضار، بنخفف السيارات بقلب الشوارع الضيقه، بنعمل اكثر للبسكليتات،
كلهم هو اللي بيأثروا، لأنه الاكتفاء الذاتي هو ما إنه بس بس بالعمار، هو بيلحقوا كذا أمور يعني تانية. معنى هيك إنه من كلامك إنه نحن فينا نحول المبنى العادي اللي بطون واللي أنت عم بتحكي إنه ربما ما يكون صديق للبيئة إلى مبنى صديق للبيئة. 100%. نعم. طبيعي بأقل تكلفة ممكنة، وبنلبس بنصير نلبس بعد فترة، يعني ما بنعملها على مرحلة دغري. نعم. على مرحلة مثلا 5 سنين أو 6 سنين تقدر تحول المبنى تبعك بدون ما يكون في تكلفة زيادة. يعني العمارة المستدامة يعني بدأت بتسلك طريقها في معظم البلدان ما عدا دولنا العربية، نتيجة أنه ما عندهم كتير وعي حول هذا الموضوع. برأيك يعني ممكن أنه يكون سريعا دخول هذا النوع من المباني إلى دولنا العربية، وما هي المعيقات؟ أول شيء للأسف إنه مش بس بالدول العربية، بالدول العالمية صارت عم تشتغل على هالشيء، صار حتى ناسا عم يشتغلوا هلا إذا بده يطلع على كوكب تاني كيف بده يكون في عمار هنيك، لأنه ما بيقدر يطلع لا حديد ولا بتون هنيك، فبده يشتغلوا من التراب الموجودة. يعني حتى صار عم يفكروا على غير كواكب كيف بده تكون العمار مستدام هنيك. نعم. نحن بالعالم العربي لازم يصير في توعية من المدارس. بلشت شوي هلا تصير، بس لازم يكون في توعيه من المدارس، يعني بيجي من اول ما يخلق الولد لازم يشرحوا له كيف لازم تصير القصص وكيف لازم يشتغلوا بهالمواضيع. وكمان لازم نعمل بروتوتايبس، يعني سامبلز بمحلات معينه، نقولوا هيك بتكون التنميه المستدامه، فيكم تعيشوا، فيكم تناموا، فيكم تتغدوا، تتعشوا، فيكم تظهروا، فيكم تعملوا كل الاكتيفيتيز. حتى بالنسبه لاستخدام الكهرباء هل بيكون برياحه مثل ما هن معودين؟ صار اكثر، يعني صار سوبر مريح. نعم. مي بنستعمل مي الشتاء، يعني شوف قد ايه فينا نوفر نحن مي الشتاء، نخزنها بطريقه ذكيه. ومي الشتاء كمان هي ذاتها نستعمل فيها اكوا فارمز، يعني نستعمل مزارع سمك. نعم. يعني بعد ما تتخزن بروح جزء منها على مزارع السمك وجزء الثاني بيروح للحاجات اليوميه. وذات الشيء للكهرباء، الكهرباء صار فينا مش بس نقدر نخزن كهرباء، صار فينا نخزن ونبيع كهرباء. نعم. يعني صارت الامور كثير مريحه لهالقصص، صار في كثير تكنولوجيا عم تساعدنا بهالموضوع. لازم نستعمل التكنولوجيا لهالمواضيع مش لشيء ثاني. نعم. نعم. محمد انت ببيتك، بيتك من المباني الخضراء. انا بيت، انا مكتبي. نعم. هو من اكثر المباني الخضراء بالشرق الاوسط كله. نعم. احنا عاملين بنص المدينه مكاتب خشب وازاز، وعاملين جنينه كلها حواليها، وعاملين سولر انرجي لحتى نقدر نعمل الاكتفاء الكهربائي طبعا، ونحن مكتب هندسي. يعني وانت مكتفي بالكهرباء؟ يعني انا عن جد بدي نعرف انه قد ايه هالتجربه عم تنجح معك انت. 60% بس كل فتره عم نزيد، كل ما يكون معنا بجت شوي بنزيد شوي على. نعم. على المواضيع، بس 60% رقم هو ممتاز ببلد مثل بلادنا. نعم نعم. خلينا نتفرج انا وانت هون على الصور. عم نلاقي هون في هون كمان بناء اخضر. هون يعني هون فوتين اكثر التكنولوجي فيه. نعم. وهذا شيء بيحبذ. قد ايه في امان بالزجاج؟ يعني الزجاج قد ايه هو عنصر بيصنع الامان والصرامه والمتانه للبيت او للمبنى؟ هو الازاز بطل لاير وحده، صار في تحط ازاز 2 لاير، صار في تحط ازاز 3 لاير. نعم. يعني صارت بطلت خطره، بس يمكن هي سايكولوجيكلي شوي بتنقز، بتحس حالك بتخاف. ايه بس لا هي صارت سوبر مريحه على هالمواضيع. نعم. يعني نعم نعم. هون ايضا نفس الشيء، هون كمان مستعملين افكت كثير شاطرين، يعني حاطين المي فوتينا بطريقه، والسقف عاملين بروجكشن فيه بطريقه ذكيه لحتى يجذبوا. يعني هيدا هون مبين لك من فوق، مبين شو في على الجوانب. نعم. كمان هيدا الهندسه صارت ذكيه كثير لحتى تستعمل. نعم. هون بنيوزيلاند كمان كثير بيعتمدوا نيوزيلاند هالهندسه، واكثر ناس اكثر بلاد تعتمد هالمواضيع هي سنغافور. سنغافورة كتير بتحافظ على القصص وماشي كتير بهيدا الطريق، وإن شاء الله كل أولادنا العربية تصير مثلها. نعم. هون أيضا بسويسرا عم تقول إنه البناء الأخضر عم بيكون كتير منه بيستخدم فيه الخشب. خشب. مش كمان استخدام الأخشاب يعني كمان مؤذي للطبيعة. صحيح. بس إذا في كتير شرك بتعرف تنقي شو هو الشجر اللي لازم تنقص، ودغري بترجع بتزرع بداله، بتزرع بداله بعدد أكبر. هون الصح، هون الشطارة، مش إنه نقطع عشوائيا أو كل ما نشوف شجر نقطع، لا، في شجر لازم تقطعيه بمحلات معينة أو تقطع جزء منه. نعم. هون الذكاء إنه كنا نحن عن جد عم نحافظ على الطبيعة. نعم. لأنه بس قص الشجرة هي ومنزوعة تكون عم تحميها مش عم تأذيها. نعم. حمد، كأنه البناء الأخضر هو يصلح فقط للمباني الصغيرة أو اللي ممكن طابق أو طابقين، ولكن يعني لو بدنا نحكي عن برج سكني، لو بدنا نحكي عن بناء كتير ضخم وكبير، هل بينفع البناء الأخضر؟
عم الدراسات بعدها عم تشتغل عليه بس سنغافورة قدروا يعملوا شيء هائل. بس اذا عم تحكي انت التاورز اللي هلا بلشت تكون الترند بعالمنا بعد ما وصلوا 100% لهالموضوع. بس في قصص هي ليد سيرتيفيكيت يعني في 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 جمعيات وكونسلتنتس عم يشتغلوا لحتى يعملوا المباني ليد سيرتيفيكيت يعني يكون فيه على قليله على قليله فيه درجات من الحفاظ على البيئه مش ضروري يكون كله صديق للبيئه ولكن يكون في قصص عن جد شغلينها لحتى تحافظ على البيئه. يعني هون هالمبنى مثلا هالمبنى هو متكل اكثر شيء على الحديد ولبس بالازاز صح. هيدا اكيد يعتبر من هالمواضيع سبيشلي انه ليك محافظ على الخضار محافظ على سيركيليشن معينه العالم تقدر تمشي حواليه او تستعمل الموبيليتي معينه حواليه. ومثل ما قلت لك اكيد هيك مباني بتكون فايته بالليد سيرتيفيكيت اللي هي بتحفظ لهم فيها درجات معينه فيها سيلفر فيها جولد فيها هودي القصص. كمان العالم عم يشجعون وخصوصا انه الدول صارت عم تدعم هالقروض وحتى اذا بدك تعملي بيتك انت على قرض من الليد الدوله بتدعمك كل الدول الدوله بتدعمك بدون فوائد. ولكن يعني السؤال الاخير لك انه البناء المستدام هو بفكر الناس ليس دائما مستدام يعني بده دائما عنايه وبعدين بعد بوقت ربما بدك تغيروا هالبناء. صحيحه هالمعلومه او لا؟ ما بوافق ابدا. نعم يعني دائما بيقولوا الرصانه والمتانه بتكون بالبناء اللي من البطون لانه هذا بضل كل العمر. اما مثل ما نحن بنعرف بالبنايات اللي موجوده فرضا في الولايات المتحده الامريكيه او باوروبا اللي بيكون من الخشب بحاجه دائما لعنايه بحاجه دائما لانه يعني بتصليحات. حتى البنايه البطون بس تتعمر بدنا عم نرجع نعمل لها صيانه بعد 5 سنين و6 سنين و10 سنين. ما بوافق هالموضوع وهيدي الكلتشر للاسف انزرعت فينا من نحن وصغار منا مزبوطه. لازم نروح كلنا لنحافظ على الطبيعه انه بالنهايه ما قلنا الا هالطبيعه نحافظ عليها نحن شركاء صح. فلازم موضوع كثير ينشغل ويتخذ بجديه ويكون في له توعيه كامله. شكرا لك محمد بيضون المهندس الداخلي. وبدنا نروح لفاصل جديد مشاهدينا بنتابع بعده التحليلات السياسيه وضيف مع الخبر ابقوا معنا.